أبوك مطلع؟ لا يمه، مو قلتي يبي يستأذن عشان نطلع اليوم؟ نسيتي يمه، اليوم ما عندنا دوام. إيه صح نسيت. يلا كلوا أول بعدين لعبوا. يلا أيمن، الله ينعم حالك. دخل تليفونك معك الحمام؟ إي عادي فيها شيء؟ اسمع وايدك. الربع قالوا لي سوي سناب، سويت سناب وقاعد أضيفهم بس. وتشوف السنابات في الحمام؟ يا السناب بعد له مكان معين يشوفونه. شنو سنابك؟ بتضيفيني؟ الناس إن أنا عندي هوم بزنس، عندي متابعين وتابع الناس وأشوف السوق والهبات، يعني مو غبية في السوشيال ميديا. عطني تلفوني. وين تلفونك؟ على الشاحن. بعد أنا جبت تلفونك. تفضلي عمتي. تفضلي. افتح تلفونك لو سمحت. افتح سنابك. فتحنا السناب بعدين. يلا قبلني الحين؟ هي الحين عيل باكر. أنا ليش ما أسوي لي لايكات؟ بسم الله توني بضيفك. مو السناب ما يسوون فيه لايكات، أنا أتكلم عن الانستغرام، ليش ما أسوي لايكات؟ أسوي لك حاضر، راح أفتح صفحتك وقاعد أجاب الأصوار كلهم لايك 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 لايك. أنت رضين أوكي؟ لما يقولون الرجال يدعم المرأة بس محسوب عليه ريال، لا لايكات ولا شيء، لأن يقولون إحنا داعمين. دعمك نساف انت واخوك بيوم واحد، صور حق الحب. كم كان رقم سري؟ كم كان؟ هو ابتدى بثلاثة وانتهى باثنين، هسجل عشان لا انسى. 3 8 5 2 3 5 2 3 5 لا 3 0 3 0 8 5. صح، خلا سجلهم قبل لا أنسى. يما أبوي قال نطلع بروحنا. إيه أكيد حبيبتي بنطلع بروحنا، يعني من أبوي معانا؟ يما بس أبوي قال بس هو وعياله. إيه معرض سيارات وكله ريايل وسياكل، أبوكم تي شو تسوي بين الريايل؟ أبوكم صاج ما يصير يجي معاكم والمكان كله نشاطات رجالية. دام كله ريايل وسيارات ليش ما نغير المكان؟ إيه خلاص هيا نروح مركز عبدالله السالم. أقول أنا ناطر المعرض من زمان، اللي بي وياي يروح بدل ثيابه وي، والعصر اوديكم المركز الثقافي. خلاص يما ابوكم مقرر وموعد خلاص، يعني عادي تلقون احد من ربعه في الدوام تشوفونهم هناك عادي. العصر اطلع معاكم. شو تسوي انت قايم بروحك بالبيت؟ بروح بيتي ديدة عزيزه. خلاص عيل خروح نلبس. وانت بس هذا اللي تقدرين عليه؟ تعيشين ويا خالد؟ بتصيرين مثل خالد؟ قمتي تقلدين خالد؟ يبا من الآخرة انت بتصيرين نسخة من خالد. يبا ابي تليفونك خلينا نشوف شنو في افلام خلينا نحجز. سمعيني يا عيالي، ما بيهم يروحون بيت المشتفهمين ولا لا؟